السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأهلا وسهلا بكم وأسعد الله بالخير أوقاتكم. عاجل توجه أممي لإسقاط الشرعية ورفع العقوبات عن الحوثي بقرار مجلس الأمن. وإلى التفاصيل. يشهد الملف اليمني حراكا دبلوماسيا مكثفا في الآونة الأخيرة في الأروقة الدولية بالتوازي مع ترتيبات دولية لجولة مفاوضات جديدة. وأفادت مصادر بمكتب المبعوث الأممي بأن الحراك الجديد يهدف لإلغاء القرار الأممي 22/16 والذي يتضمن عقوبات على قيادات في حركة أنصار الله الحوثيين، إضافة إلى فرضه الوصاية على اليمن. ويتضمن الحراك أيضا مراجعة كافة القرارات الأممية السابقة حول الأزمة اليمنية، بما في ذلك إلغاء المرجعيات التي تتخذ منها السلطة الموالية للتحالف في عدن شرعية لها. وبحسب المصادر فإن المرجعيات ستقتصر على الدستور اليمني والمبادرة الجديدة التي يتوقع إبرامها بين كافة القوى اليمنية. وكانت مصادر سياسية وحقوقية اعتبرت التحركات الأخيرة تهدف للتقدم بملف المفاوضات اليمنية، خصوصا الملفين الاقتصادي والإنساني، تمهيدا لعملية سياسية شاملة. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.